تساؤلات حول يعني الخروج ديالك والمغادرة ديالك لحزب الأصالة والمعاصرة كان خلاف تنظيمي ماشي شخصي. لا أبدا عمر ما كان عندي مشكل مع الأشخاص هنا في الحزب ديال الأصالة والمعاصرة. ما عمر ما كان عندي مشكل. يمكن يكون عندي خلاف في طريقة تدبير معينة. يمكن يكون عندي مواقف مختلفة على قضايا معينة. ولكن خلافات شخصية مباشرة بالعكس أنا اللي حتى عندي علاقات ممتازة مع الناس ديال الأصالة والمعاصرة وتنشتغلوا باقي تنشتغل في الجمعية ديال النخيل كنشتغلوا مع مجموعة ديال رؤساء الجماعات اللي هما أصدقاء ديالي داخل الأصالة والمعاصرة. بقوا أكثر في حزب التقدم والاشتراكي ولكن غنرجع لهذه لأنه ماشي الخلاف ديالك مع فاطمة الزهراء المنصور رئيسة المجلس الوطني هو اللي خلى زكية المريني أنها تغادر الحزب. ما عمر ما كان عندي خلاف مع فاطمة الزهراء المنصوري ولا مع أي كان في حزب أصلا ما صار فينا الخلاف اللي كان عندي مع فاطمة الزهراء. أنا ما عنديش خلاف مع أشخاص وعمره ما يكون عندي خلاف مع أشخاص. زكية المريني هي إنسانة ديال المواقف ديال المبادئ ديال الأفكار وحيت كنختلف على المواقف وعلى الأفكار ماشي مع الأشخاص. ما عنديش مشاكل مع الأشخاص تماما. باقي كتلاقي فاطمة الزهراء المنصوري؟ ما عنديش علاش نتلاقى معاها دابا. علاش غنتلاقى معاها دابا؟ ما تنشتغلوا في حتى شي مجال مجموعين. ولا تلاقيت معاها بالنسبة لي إنسانة اللي عرفتها وغادي نبقى دائما. حيت البعض كيقول غادرتي الحزب بسبب فاطمة الزهراء المنصوري. لا ما كاينش الهضر. أنا غادرت الحزب في المؤتمر. ماشي غادرته لأن كان عندي نزاع مع شي واحد. كان عندي أنا غادرت على إطار مواقف سياسية. ماشي على علاقات شخصية. طيب البعض تراجع ومشى معاكم في التيار ديالكم في التيار ديال الشرعية ومن بعد تراجع ومشى للتيار المستقبل والبعض الآخر قال على أنه أخطأوا الناس ديال مراكش لأنه المراكشيين ديال الأصالة والمعاصرة كاملين مشاو مع التيار أغلبهم مشاو مع التيار ديال المستقبل. وبقيتي بقات دكتورة زكية المريني بقات أستاذة ميلودة حازم فما كتشوفيش أنه كان بمعنى ما ندماش على العملية اللي عندك مثلا ما دعمتيش الناس ديال مراكش. أنا زكية المريني أنا إنسانة قائمة الذات عندي شخصيتي. أنا ماشي في واحد يعني مجموعة ديال يعني خصني نتبع ما تنتبعش أنا. نعم تنتبهش. انا انسانه عندي واحد يعني واحد الشكل ديالي ومبادئ ديالي ومواقف ديالي وكنمشي حسب القناعات ديالي ماشي كنمشي لانني هذا صديقي ولا هذه ماشي صديقتي ولا شي. لا ما كاينش هذا الشيء. في المواقف السياسيه عندي مواقف اللي هي عندها علاقات بالقضايا الكبرى ديال الوطن وحيت كنناضل ولا كنشتغل على قضايا كبرى وكنشتغل بمبادئ كبيره وبالتالي ما يمكنليش انا نمسح تاريخي ونمسح كل ما قمت به من يعني من انا شابه ونمسح تاريخ العائله ديالي باش نتبع ناس. ما عنديش مشكل مع الناس اللي كنت غاديه معاهم في نفس الاتجاه. نعم. ولكن ما يمكنليش انا نبقى كنتبع